مساء الخير يا ماميكسز، كي دايرين؟ لاباس عليكم. نتمنى تكونوا في احسن احوال، دائما مع الوصفات ديال الشهر الكريم. عندي لكم اليوم وصفه ديال مسمنات بريستيج. كما كتشوفوا معايا كيجيو محمرين مقرمشين ولداد. بقاو معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. هاد الوصفة غادي نحتاجو 200 غرام ديال السميدة الرقيقة اللي هي الفينو، 500 غرام ديال الدقيق، 3 ديال الكوبلي ونص ديال الماء، ملعقة صغيرة ديال الملحة، 2 معالق كبار ديال الزيت البلدية، وربع معلقة صغيرة ديال خميرة حبيبات. نديو على بركة الله، نخلو لو بول، نديرو السميدة دقيق، جوج معالق كبار ديال الزيت البلدية، معلقة صغيرة ديال الملحة، وربع معلقة صغيرة ديال خميرة حبيبات، 3 ديال الكوبلي، ونص يعني الكوبلي التالي ما عامرش ديال الماء. غادي نسدو، خرجو لو مود بيتخان ونسيليكسيونيو 4 ديال الدقايق. نطلعو على العجينة، إلا خصها شي شوية ديال الماء نزيدوها، الماء كيبقى على حسب النوعية ديال الدقيق. العجينة كتكون على هاد الشكل مرخوفة شي شوية. غادي ندهنو يدينا شوية ديال الزويتة وغادي نشكلو كويرات ديال المسمن على هاد الشكل. كنبقاو مستمرين حتى نساليو كاع الكمية ديال العجينة اللي عندنا. ندوزو دابا للحشوة اللي غادي نحتاجو ليها بصيلة صغيرة مشلضة، ملعقة كبيرة ديال مطيشة الحك، فليفلات بالألوان مقطعين، زويتينات، كحل، فرماج ديال الساندويتش. بالنسبة للعطرية غادي نحتاجو الملحة، شوية ديال البزار، شوية ديال الكامون، شوية ديال الفلفلة حمراء، والهريسة كتبقى على حسب الذوق، شوية ديال القزبر المعدنوس مقطعين، 200 غرام ديال الكفتة. نديو على بركة الله، حلو لو بول وغادي نمشي لا غوسيت. فير سوتي 200 غرام دو بوافرون، يعني غادي نستعمل لا اوت تمبيراتور. غادي نديرو 20 غرام ديال الزويته، 20 غرام ديال الزويته، 200 غرام ديال الفلافل بالالوان اللي انا قطعتهم على هذا الشكل،
Regardez une soupe d'eau. Nous dans le couvercle haute température. Regardez une chou directement 12 minutes. Rendre au sélecteur. من بعد ما شحرات الفلافل غادي نزيدو بصلة سون غادي نسدو سون لو غوبلي دوزور غادي نسيليكسيونيو جوج ديال الدقايق فاروما Sans oublier le sens inverse, vitesse 1. Men bad, radin zido kita. Malqa kbira diel matishal lihok. Latriya ou lhrisa. دو نوضعوا لو غوبلي ونسيليكسيونيو 5 ديال الدقائق فاروما سون اوبلي لو سونس انفيرس فيتاس 1 الحشوه ديالنا وجدات غادي نوضعها في شي ريسيبيون وغادي نزيدو عليها قصدر ما تدوس يعني على هذا الشكل جوج معالق كبار نخلطو مزيان ونوضعوها على جنب باش تبرد ندوزو دابا للمسمنات غادي نطلقو العجينة نرشو شي شوية ديال الزويتة ونطلقو العجينة نوضعو في الوسط فرماج ديال الساندويتش ونطويوها كيف ما كنطويو مسمنة عادية على هذا الشكل نعود واحد اخرى غادي ندهنوا لو بلان دو طراباي وغادي نطلقوا العجينة نوضعوا الفرماج ديال الساندويتش في الوسط ونطويوها كما كنطويو مسمنة عادية كنبقاو مستمرين حتى نساليو كاع المسمنات اللي عندنا فاش نساليو غادي نوليو المسمنة الاولى وغادي نبسطوها اولا نسرحوها شي شويه وغادي نوضعو واحد معلقة كبيره ديال الحشوه وغادي نجمعوها على هذا الشكل ونشدوها بزويتينا ونوضعوها فوق اللاطا اللي تدخل الفران ونبقاو مستمرين حتى نساليو المسمنات اللي عندنا نرشو الزويته نطلقو العجينه نوضعو واحد المعلقه ديال الحشوه ونجمعو الجنيبات ونشدوهم بزويتينا ونوضعوهم في اللاطا اللي تدخل الفران فاش نساليو المسمنات ديالنا غادي ندهنوهم بشويه البيضه اللي كنت اللي درت فيها شي شويه ديال الحليب وطربتها كنا مسخنين الفران على درجه حراره 180
ندخلوهم يطيبوا، طياب الخبز العادي حتى يطيبوا ويتحمروا، وهذا هو الشكل النهائي ديالهم من بعد ما خرجوا من الفران. كانت هذه هي الوصفة ديال اليوم، خليت لكم الراحة، إلى اللقاء.